السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصوا المرحلة الثالثة، يعني الفرض الأول في الدورة الثانية الموسم الدراسي 2021-2022، مادة النشاط العلمي بخصوص المستوى الخامس ابتدائي. وهذا غادي يكون نموذج رقم واحد دائما برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري على اليوتيوب. إذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. القناة اللي غادي تلقى فيها الدروس، غادي تلقى فيها الفروض، وغادي تلقى فيها كذلك الامتحانات الإشهادية. اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، واللي ديجا مشترك يزيد يبارطاجي القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالو باش توصل لأكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. إذا مرحبا بكم. هذا الفرض غادي يكون بسيط جدا، فيه 4 ديال لي زاكتيفيتي، 3 ديال لي زاكتيفيتي اون اغاب، اي واحد لاكتيفيتي بالفرونسي. داكوغ، دونك غادي نبداو على بركة الله. لاكتيفيتي الأول اللي هو اون فرونسي كومبليت باغ هوموجين سوليسيون سكر. هوموجين اللي هي متجانس، سوليسيون اللي هو محلول، سكر اللي هو السكر. دونك بور بريباري اون دو سكر جو ديسو لو دون لو جوبتيان اون سوليسيون كلير سي ان ميلونج. دونك بور بريباري باش نحضروا شنو؟ باش نحضروا محلول السكر، صافي، باش نحضروا محلول السكر يعني باش نحضروا اون سوليسيون دو سكر. Une solution, donc solution, d'accord. Une solution de sucre, je dissous le, yani kandoub, chnou kandoub, sucre, fein, filma. Donc le sucre dans l'eau, ça fait. Donc je dissous le sucre dans l'eau. J'obtiens une solution claire. Ah, solo, elle a mada, elle a wahed le mahloul, li huwa wadih, clair. C'est un mélange. هو واحد الخليط، مالو؟ خليط متجانس، هوموجين، هوموجين، خليط متجانس، هوموجين. Pour préparer une solution de sucre، باش نحضرو واحد محلول السكر، je dissous le sucre dans l'eau، كندوب السكر في الماء، j'obtiens une solution claire، كنحصل على واحد المحلول اللي هو واضح. سيت ان ميلونج هوموجين، هو واحد الخليط اللي هو متجانس، صافي، واحد الخليط متجانس، يعني خليط متجانس. ان ميلونج هوموجين هو خليط لا يمكن التفريق ما بين مكوناته. دابا خليط الماء والسكر ملي كنحركو حركو مزيان كيدوب داك السكر في الماء، ما كيبقاش نفرقو فين هو السكر فين هو الماء، كيبان لنا على شكل محلول صافي وواضح، هو محلول متجانس، صافي. ندوزو الآن للنشاط رقم 2. أضيف ملحا خشنا وملحا ناعما إلى الماء في كأسين مختلفين ثم أحرك الخليطين. إذا عندي ملح خشن وملح ناعم، نديرو جوج ديال المحاليل، عندي هنايا وهنا. هنا غادي نضيف ملح خشن، ملح خشن معناه الملحة غليظة، وهنا غادي نديرو ملحا ناعما، صافي، ملح ناعم، ملح ناعم، ناعم، معنى ديال الملح ناعم بحال الملح اللي الملح ديال الطعام، ملح ديال الطعام هو ملح ناعم، يعني حبيبات صغيرة جدا، صافي، مزيان. إذا ثم أحرك الخليط، من بعد ملي غنضيف هنايا الملح الخشن ونحرك، هنايا الملح الناعم ونحرك، أضع علامة في أمام الجملة الصحيحة، عندي ثلاثة ديال الجمل غنشوفو شكون هي الصحيحة فيهم. سيذوب الملح الخشن بشكل أسرع، الملح الخشن غيذوب بشكل أسرع، يعني هاد الملح الخشن هنايا غادي يذوب في واحد الوقت أقل من هاد الملح الناعم، واش صحيح ولا خطأ؟ سيذوب الملح الناعم بشكل أسرع، الملح الناعم هنايا غادي يذوب بشكل أسرع مقارنة بالملح الخشن. سيذوب كل من الملحين بالسرعة نفسها. العبارة الثالثة كتقول بأن هاد الملح الخشن والملح الناعم غادي يذوبوا في نفس التوقيت. هنايا العبارة الصحيحة وهي العبارة الثانية، وغادي نديروها علامة هنا. علاش؟ لأنه القد ديال الحبيبات، إلا رجعتوا للدرس غادي تعرفوا بأنه القد ديال الحبيبات مهم جدا في عملية الذوبان. كل ما كان القد ديال الحبيبات صغير كل ما كانت سرعة الذوبان أكبر، مفهوم؟ يعني هنا ملح الناعم غادي يكون أسرع مقارنة بالملح الخشن من ناحية الذوبان، وبالتالي سيذوب الملح الناعم بشكل أسرع مقارنة
مع الملح الخشن. ندوزو النشاط الثالث، انتبهوا معي. إذا أصل بخط البطاقات المناسبة. إذا عندي هنايا البطاقات، عندي التبخر، ترشيح، التصفيق. إذا بالنسبة للتبخر والترشيح والتصفيق، إذا بالنسبة للتبخر والترشيح والتصفيق هما تقنيات كيمكنوني من فصل مكونات، إما الخلائط المتجانسة التي لا يمكن التفريق ما بين مكوناتها، أو لا الخلائط الغير متجانسة التي يمكن التفريق بين مكوناتها. مزيان. إذا التبخر، واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ بالنسبة للترشيح، واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ بالنسبة للتصفيق، واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ بالنسبة للتبخر، وتقنية كتمكننا من فصل مكونات خليط متجانس. وهنايا هاد الثلاثة ديال العمليات هنايا اللي كتبين الخليط المتجانس هي دي، فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه. بحالاش؟ بحال السكر والماء، السكر صلب غادي يدوبلي في الماء، وبالتالي خصنا التبخر، عملية التبخر أو التقنية ديال التبخر باش يمكننا نفصلوا المكونات ديال هذا الخليط. دابا ندوزو للترشيح، واش هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، ولا فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه؟ طبيعة الحال هو فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة هذه كيكون عندنا أجسام عالقة في هذا الماء، وغادي نفصلوها باستعمال ورقة الترشيح، يعني باستعمال تقنية الترشيح. مفهوم؟ إذن الترشيح وهو فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه. بالنسبة للتصفيق، ندوزو للتصفيق، هو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، هي عملية التصفيق. التصفيق هي العملية ديال اللي كتمكننا من فصل الماء عن سائل يطفو فوقه، مثلا الماء والزيت، غنفصلو الزيت عن الماء. صافي، مزيان. إذا التبخر هو فصل الماء عن مواد صلبة ذائبة فيه، الترشيح هو فصل الماء عن أجسام متوضعة فيه، التصفيق وهو فصل الماء عن سائل يطفو فوقه. غادي ندوزو الآن للنشاط الرابع، وهو النشاط الأخير في هذا الفرق، والنشاط كيخص صحيح أو خطأ، أو الإجابة بصحيح أو خطأ. أجب بكتابة صحيح أو خطأ. يعني هنا عندي العبارات، إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. وزن جسم هو القوة التي تطبقها الأرض عليه. الوزن ديال الجسم هو واحد القوة كتطبقها الأرض عليه، وهي هذه القوة، هذه هي قوة الجاذبية، جاذبية الأرض. وإحنا قلنا بأنه هناك فرق ما بين الوزن و الكتلة. الكتلة هي كمية مادة واحد الجسم، بينما الوزن ووزن الجسم يعني قوة تطبقها الأرض عليه، وبالتالي هنا هي عبارة صحيحة. صحيح، يمكن للماء أن يذيب جميع المواد. هذه العبارة هذه خاطئة، هذه العبارة خاطئة، لأنه الماء بطبيعة الحال ما يمكنش يذوب جميع المواد، حيث أن الماء ما يمكنش يذوب لو صابل، يعني الرملة، ما يمكنش يذوب لنا مثلا الحجر، الحصى. إذن الماء لا يمكنه أن يذيب جميع المواد. يمكن تسريع الذوبان بالتحريك ورفع درجات الحرارة. إذا تسريع الذوبان، دابا واحد الجسم بغينا نذوبوه في الماء، غنسرعوا الذوبان ديالو بالتحريك، إلى كل ما حركت كل ما كيذوب دغيا، ولا بدأ برفع درجات الحرارة يعني بالتسخين. نعم صحيح، إن التسخين والتحريك هما عوامل لتسريع الذوبان. العبارة الأخيرة، كتلة خليط متجانس تختلف عن مجموع كتل مكوناته. كتلة ديال الخليط متجانس كتختلف عن مكونات أو المجموع ديال الكتل مكوناته. مثلا بغينا نصاوبو مثلا واحد الكيك، واحد الحلوى مثلا، يعني الكتلة ديال الخليط ديال هذا الكيك ماشي هي المجموع ديال الكتل ديال المكونات ديالها، ديال المقادير اللي صغبناهم به. هنا عبارة خاطئة، لأن يعني الكتلة بطبيعة الحال تنحفظ، مثلا كان عندنا الخميرة، كان عندنا الدقيق، كان عندنا الزيت إلى غير ذلك. الكتلة هذه المكونات هذه هي نفسها كتلة الخليط. وحظا موفقا للجميع، وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا قناة التربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.